ثلاجة أوي. لسه فيها عكر. ممكن تقعد تكرر العملية دي كذا مرة. صفيناها كده. فعالية المواد الكيميائية بتبقى أحسن لو هي دافية. دلوقتي باردة، ممكن فعاليتها تبقى أقل، وبرضه بتخليها قريبة من جسمك أو في مكان دافي لمدة نص ساعة أو ساعة. انزلي. خد ابره عشان دي الخشبة قعدت تشرب منها، خلصتها لي. اثنين ثلاثة. وافضل وسيلة قلنا للتنظيف والتعقيم وكده الغلية. الغلية افضل وسيلة، مفيش احسن منها. الغلية احسن حاجة. الله عليك. مش عارف نغطيها بايه؟ لا ما انا بكلم ده في الامبيدا. صح؟ كنا بنتجمع ونعمل صلاة هنا، نقعد نصلي هنا بقى. ويلا يا جاكيت. سي يو ليتر. وي الهدوم بتاعتي بنشفها. تبقى مش لابس هدوم احسن ما تكون لابس هدوم مبلولة. هو بعد ما حطينا المية تحت في الارض، المية الملوثة، حرارة الشمس هتطلع المية اللي فوق وهتخليها تتبخر على المشمع. هتلاقي تحت بقى متكون شوية مية خضراء صالحة للشرب.